ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. مرتدات اوريسيتش، هدف التاريخي لدينامو زاغرب في دوري الابطال. اوريسيتش يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب، يا لعيب امامنا ميسلاف اوريسيتش سجل في مرمى اتلانتا في طبعا اطار مسابقه دوري الابطال عندما شارك اخر مره هذا الفريق 2019 2020، وانطلاقه حلوه قوي الهدف اللي سجل بعد مرور امامنا دقيقه 13 نحو الهجوم، والكرة إلى ماركو مورياتي. مورياتي حاطة جول ماركو، ومن غيره الهداف الكبير، الهداف رافائيل جوفاني الثاني فعلوها لوسود الثاني رافائيل وجوفاني يسجلان الثاني. بيلينغهام خطيرة داخل المنطقة، جوفاني بيلينغهام حاطة جول الثالث من الموهوب الإنجليزي، الموهبة القادمة Well, actually, oh, that's an error, a massive mistake, and Shakhtar take the lead. It's Marian Schmidt, the biggest gift they could ever be given. Silva, Szoboszlai keeps it moving, Simakan! They kept knocking on the door, and eventually they found their gap. Just a second Leipzig goal for the Frenchman. Very talented player. And Schwetz! Oh, it's in! Unbelievable! Leipzig were level for just a matter of seconds. And the Ukrainians lead again. Looks as though they can here. And Mudryk is through! It's three! Another sensational Shakhtar breakaway. And they lead in Leipzig by... But they continue regardless. Mudryk across and Traore makes it four. This is turning into a demolition job. Leipzig pulled from pillar to post. And Shakhtar Donetsk are having it's Fernando to Okafor. Kalulu slips and it's costly for Milan. Noah Okafor has got the opening goal. The Swiss international winger has strapped for Matthias Jäsler's team. He's got Giroud in the middle. It's Salamakers. It's 1-1. Milan worked that so well, and they're back on terms. Alexis Salamakers with his first ever Champions League goal. وصل علي فودين دي بروين خطيرة دي بروين وغول دي بروين والغول وغول يفتح الداد وهران أول أهداف في دوري الأبطال مع المان سيتي لعبة من فودين لدي بروين ومن دي بروين لهالان وهالان بلي فودين وفودين 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 وغول وفودين وغول يا سلام كانسيلو كرة جول توصل لفودين يراوغ ويدخل ويسدد ويسجل جول ثاني لفريق مانشستر سيتي وغندوغان فودين وهالان وغندوغان وغول ثنائية أولى لهالان
الآن دقول الأولى، لأنه سيسجل ثنائيات وثلاثيات ورباعيات، هاتريك وسوبر هاتريك، وسيكون الهداف النرويجي هولاند يسجل ثنائي. الرياضي حاول يدخل، كانسيلو طلبها، وصلته كانسيلو، عرضية وجول لكانسيلو لروبن دياش، والهدف الرابع. الهدف الأول لروبن دياش، أول أهدافه في مسابقة دوري الأبطال بعد 38 مباراة لعبها. حيرة كبيرة على وجوه لاعبي وعشاق نادي إشبيلية. يوزع مدريد، جول ريال المعايد الكبيرة للكرة الأوروبية دائما. مودريتش، لوكا جول، لوكا جول، لوكا جول، مودريتش جول بفعل دينازار نجم الكرة البلجيكية، يعطي كرة كرواتية ودينازار. أنشيلوتي كروس، كورت جول، كورت جول، كورت جول. شنو هذا الدلال؟ ما هذا الجمال يا ريال؟ عليك لاعب يجنن يا مدريد، يا مدريد يا حديد في حديد. كرة ونقلة من جانب كيليان امبابي، بعد ذلك نيمار. الله ماركو عند كرة تمريرة، يا السلام، ممتازة. الله الله الله، هو ينطلق كطلقة لا تخطى هدفها أبدا. كيليان مبابي من جديد عاد ليسجل وعاد لي بكرة قصيرة. كوسيتش عند كرة عرضية، ترسل عالية خطيرة، جول، جول. ان شاء الله يكون بيعجبكم الشغل اللي احنا بنعمله الفتره اللي فاتت، ومستني دعمكم باستمرار. ان شاء الله النهارده هنتابع جدول مباريات الجوله الثانيه من دوري ابطال اوروبا. يوم 13 سبتمبر عندنا مباراتين الساعه 7 الا ربع بتوقيت القاهره. فيكتوريا بيلزن هيقابل انتر، وسبورتنج لشبونه هيقابل توتنهام. الساعه 9 في ليفربول واياكس، ورينجرز الاسكتلندي هيقابل نابولي الايطالي، وبورتو وكلوب بروج، ليفربول ليفركوزن اسف، واتلتيكو مدريد، وماتش القمه بايرن ميونخ وبرشلونه ومارسيليا وفرانكفورت. يوم الاربعاء 14/9 في ماتشين بردوك الساعه 7 الا ربع بتوقيت القاهره، ميلان ودينامو زغرب، وشختر دونستيك والسلتيك، تشيلسي وسالزبورج. دي بقى ماتشات الساعة 9، 6 ماتشات: ريال مدريد ولايبزيج، مانشستر سيتي ودورتموند، كوبنهاجن وإشبيلية، ويوفنتوس وبنفيكا. وفي طبعا ماتش باريس وفريق لا داعي لذكره يعني. إن شاء الله تكون مباراة قوية، ومستني دعمكم هنا في القناة. وانتوا عارفين احنا الحمد لله ما بنقصرش يعني الفتره اللي فاتت، وان شاء الله يبقى بالتوفيق للجميع. ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناه، فهذا يدعمنا كثيرا. The goalkeeper's lost it. Oh my goodness me. Disaster for Leo Jardim. And Eli Wahi scores his fourth goal of the campaign. Remy Cabella
Another decent ball in. Oh, that's a wonderful goal for Jonathan David. Well, it had to happen. You can't have that much possession, create that many chances, and not score. And striker, Angel Gomez, a third attempt at goal, and a third time lucky. Wonderful strike. It was coming. Three shots shaped exactly, taken down. Little ball in. Jonathan David to finish it, and he does. Beautifully taken, his second goal of the game. Handshakes. Sent up into the penalty box, it might just fall here for Ugbo. And Troyes take the lead. The ball smashed into the net by Ike Ugbo. And it's the Quiri, he lays it back to Martin Terrier. The shot now from Santa Maria, in off the post, and Rennes with a tremendous start to the second half, back on level terms. And that could spell trouble. Dumbia, back for Balogun, goal! Stade de Reims take the lead. Onana, the service. Back post, Sotoka with the header. The second header by Alexis Claude Maurice, and he puts it over the line. It's Luis Openda with the equalizer for Lens. It in, not very well cleared, and a chance that falls for the home side. It's the back of the net. Terrible clearance by Toulouse, and Gonalons jumps on it and sticks it in the back of the net. Mohamed Cham makes it 2-0, and it's game, set, and match for the home side. Clermont Foot, Mohamed Cham there, Runette, delight. And he's in with the chance of a goal on his debut, and he scores a goal on his debut. And against the run of play, it's Brathwaite, his first game for Espanyol. He may well have been the change being planned by Diego Martinez. They couldn't make that change. He stayed on, and he scores. It's Athletic Club 0, Espanyol 1. To the byline, cuts it back. Oroth into the corner. Perfect finish, and Osasuna have the lead, and it's the young homegrown hero Aymar Oroz with a perfectly Lejeune, if they want the strike on goal. Oh, it is strike from Lejeune, and it's four.